علاوي تعال حبيبي تعال تعال شوف عمتك جايه من الصين تعال 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 تعال. صباح الخير وصباح الصحة والعافية. امبارحة نزلت هالوصفة ومثل ما قلنا إلى مسميات عديدة، وأنا طالعة لشغلتين مهمات. بدي أعتذر، هذا المسمى مسمى شعبي يطلق مثل ما بيقولوا منذ الأذل براس العبد. نحن كلياتنا عبيد الله ونفتخر، ما هيك؟ لا اللون ولا المهنة بتحدد قيمة الإنسان. الإنسان بعمله، هالكلمتين تكفي. وإذا هالاسم زعج بعض الناس أنا بعتذر منهم. تاني شيء بدنا نتحدث عن الكورونا ببساطة، الوقاية منه ببساطة. أنا زوجي طبيب حكومي بجدة بالسعودية، مشان هيك بدي أنقلكم تعليمات بسيطة لعامة الناس. أول شيء خدي من هالصيدلية فيتامين سي، تمام؟ ومجرد يا ريت يا ريت أهم ما بالموضوع الوقاية. الوقاية إنه تقعدي في بيتك لمدة شهر، لا تطلعي إلا للضرورة. وفرضنا طلعتي، مجرد ما تدخلي بيتك فورا على المي والصابون، لا ديتول ولا هالأمور، مي وصابون كافي لمدة 30 ثانية. عدي عدد 30 من 1 لـ30 وفركي بين الأصابع، هون فركي بين الأصابع، خلص كافي كافي، تمام؟ لأنه بصراحة هي عم تأذي الناس اللي عندهم مناعتهم ضعيفة، الكبار السن، المنصابين عندهم مرض قلب، أمراض تانية، ولا الأطفال الصغار للي بتكون مناعتهم خفيفة. معناتها الوقاية بس إنه قعدوا في بيتكم، لا تروحوا لا تجمعات لا أعراس، أرجيلة ما أرجيلة، هالأمور كلها ابتعدوا عنا. صدقوني خلال شهر بإذن رب العالمين رح ينقضى عليها. ورجاء رجاء وقت اللي بدك تعطسي، إذا كنتي في الشارع حطي إيدك هيك هذا، وبين هون وهون اعطسي وحطي على أنفك. وقت ترجعي للبيت تحممي ما في مشكلة. وقت اللي بدك تمسكوا أبواب، تروحوا لأماكن، لأنه هالفيروس بيعيش لمدة 12 ساعة على المسكات، أي شيء بدك تلمسي. المهم بالمختصر غسل الإيدين لمدة 30 ثانية يكفي، وتحممي وخلصت القصة. وعادةً بيكون في أعراض، في فترة كمان حضانة للمصاب، مشان هيك كل يوم اعملي نفس سيب عدي لل 25، تمام؟ اشربوا مي، اشربوا مي، كل ربع ساعة اشربي لك ربع كاسة مي، تمام؟ 3 مرات مي وبلح، مي وبلح، قرقر قرقرة اسمها القرقرة، حتى بتفيدك للسة، لأسنانك بتفيدك، مع ربع معلقة خل. صبايا نحن رح نتابع حياتنا الطبيعية، ما بدنا هالرعب وهالزعر. مثل ما قلنا الوقاية خير علاج. تحدثنا عن الخبز الفلسطيني حتى السوري، الحشوة اللي بدك ياها ممكن أن تفرز نية. أنا هاي مفرزتها نية اليوم، خبستها هلأ، خبستها طالعية. أنا عرضت الوصفة، بتطالعية من الفريزر، بتاخد حرارة المطبخ وبعدين بتحطيها بالفرن على حرارة 170 وممكن على الصاج. بدي أفرجيكي روعتها، ما في أطيب منها يا صبايا، ما في ما في ما في أطيب منها، كتير طيبة، فوق ما تتصور، فوق ما تتصور، تمام؟ وبالنسبة لهالحلوة اللي قلنا اسمها راس العبد، الشتوي، إلى عدة أسماء بس معروفة، أنا بصراحة كنت ما بدي أحط هالاسم، بس المشكلة إذا حطيتها ما رح الصبايا يعرفوها إذا غيرت اسمها. أنتوا بتعرفوا وقت الإعلان عن وصفة معروفة إلى اسم، إلى اسم قديم. المهم رائعة، حطيت بصمتي عليها، غيرت، عملت جزء منها بالبهارات.
الحلقات. رائعة. عرضت بالوصفة ضفت لتحضير هالكريمة هاي اللي جوا مشان أغير شكل، ضفت لها قرفة وقرنفل. رائعة يا صبايا فوق ما تصوروا، هيل ومكسرات شوي تقريبا شي نص فنجان، تطلع طعم فعلا مميز. يا صبايا يا ريت تطلعوا على هالوصفة، لأنه فعلا هالوصفة إذا تعلمتوها رح تتقنوا تحضير الناطف، الناطف السوري اللي منقدمه جنب الكرابيج. تمام؟ وأهلا وسهلا فيكي صبي.